شيخ صالح، تفضلتم وقلتم إنه لا بد من الجلوس عند العلماء إذا ما أراد الإنسان أن يطلب العلم طلبا صحيحا. إلى أي مرحلة يستمر الإنسان في طلب العلم على أيدي العلماء ثم يوكل لجهده واستنباط العلم من بطون الكتب؟ ما حد للمراحل التي ينتهي عندها طالب العلم، ما دام يجد من يفيده من أهل العلم وأمكن أن يستمر فإنه يستمر، لأن العلم ليس له حد، والعلماء يتفاوتون فوق كل ذي علم عليم، فمهما أمكن الإنسان أنه يستفيد من العلماء فإنه ينتهز الفرصة، وإذا صار عنده حصيلة وقواعد وأصول يستطيع بها أن يستمر في الطريق والتحصيل فلا بأس بذلك، أن يستقل بنفسه، ولكن كونه يواصل الطلب على أهل العلم والاستفادة فهذا أحسن، ولا حد ينتهي إليه طلب العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرحلة التي تؤهل طالب العلم لاستنباط العلم من بطون الكتب في المراحل الدراسية الجامعية مثلاً أو ما فوقها شيخ صالح؟ هذا يختلف باختلاف مدارك الناس. وهذا على نوعين، النوع الأول الطالب المبتدي الذي حفظ المختصرات وأصول العلوم وتلقى شرحها على أيدي أهل العلم، هذا بإمكانه أن يستمر في المطالعة والتزود من العلم في حدود ما كتبه العلماء ودونوه. وبإمكانه أيضا أن يرجح بعض الأقوال على بعض بالدليل ويبحث عن القول الراجح دائما وأبدا. وأما من بلغ من العلم مرتبة تؤهله للاستنباط فهذا يسمى بالمجتهد، وهذا يكون عزيزا أو مفقودا في هذا الوقت، حيث يستطيع الإنسان أن يستقل باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا وضع له العلماء شروطا. لا بد أن تتوفر، لا بد أن يكون عالما بالفقه وأصوله، وعالما بالحديث وأصوله، وعالما بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والنص والظاهر غير ذلك من علوم الكتاب والسنة. ولا بد أيضا أن يكون ملما باللغة العربية التي نزل بها القرآن إلماما يمكنه من معرفة المعاني وأسرار اللغة وفقه الكتاب والسنة، وهذه شروط قل أن تتوفر في هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم، ولكن حسب طالب العلم أن يقتفي آثار العلماء وأن يواصل الطلب والاستفادة حتى يصل إلى درجة يميز فيها بين الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم.